في شهر رمضان المبارك يتحول شباب الطائف إلى خلية عمل من خلال استغلال هذا الشهر الكريم في ممارسة بعض المهن التي تدر عليهم دخلا مناسبا. حياكم الله، معكم من أحمد ياسر العبدلي، بسطتي هنا بطاطس. يا أهلين، يلا حيهم. بالنسبة للبريرة تحضيرها شغل بيت، تقريبا لنا 5 سنين بسطين في الموقع وما شاء الله تبارك الله على الزبائن. التركي الصفدي، أعمل بطاطس جيزاني، طبعا البطاطس طازة تتقطع في البيت، جميع الصوصات عندي والحمد لله شغلي نظيف كذا وكذا. أعمال بسيطة ودخلها جيد، من خلال بسطات يبيعون السوبيا والبليلة والبطاطس في داخل الأحياء أو على الشوارع العامة. هذه المهنة تحديداً من المهن القديمة التي جددها الشباب بطريقتهم من خلال أساليب العرض والإضافات. وأكد هؤلاء الشباب أنهم يحرصون كل الحرص على ممارسة هذه المهنة نظراً لأهميتها وارتباطها بالشهر الكريم، حيث يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان من مختلف فئات المجتمع.